بيلبس حلق ويعمل بيرسينج ويقلد الستات، عايش حياته بالطول والعرض وبيعمل اللي في دماغه، والجمهور بينتقده بسبب سلوكه الغريب. حكاية عمر عارف ابن الفنانة أنغام الكبير، مش هتصدق ليه الجمهور بيهاجمه بشكل دائم، وهل فعلا هو سبب طلاق أنغام من جوزها الأخير الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم؟ وإيه حكاية الحلق والتاتو اللي قلب بيهم السوشيال ميديا؟ عمر مجدي عارف الابن الكبير للمطربة أنغام عنده 25 سنة ومرتبط بوالدته ارتباط غريب لدرجة انه كان بيحضر معاها كل الحفلات الخاصة بيها ويطلع يدعمها على المسرح وما يسيبهاش لحظة واحدة. ومن شدة ارتباط عمر بوالدته أنغام كان رافض انها تتجوز للمرة الرابعة، عشان كده اول ما دخلت في قصة حب مع الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم زعل وعمل لها بلوك وحذف صورها كلها. عمر فضل فترة جواز والدته من جوزها الرابع بعيد عنها وما بيظهرش معاها في اي حفلة نهائي ولا حتى بيتكلم عنها. حاولت أنغام كتير تصالحه بس فشلت لحد ما اتطلقت، وبمجرد ما أنغام اعلنت خبر الانفصال دخل عمر مجدي في مشكله مع طليق أنغام احمد ابراهيم ونشر بوستات بيقول فيها كلام عنه وكان كمان بيهدده. اتفاجئ الجمهور ان عمر رجع ينشر صور ليه مع والدته واخوه الغير شقيق عبد الرحمن مجدي، والعلاقه بينهم رجعت زي الاول وتصالحوا. والغريب ان من وقتها أنغام رافضه تتجوز تاني عشان ما تزعلش اولادها خصوصا عمر، رغم ان كل فتره بيطلع عليها اشاعات انها اتجوزت، لكن هي بتنفي ده وبتؤكد انها سنجل ومركزه في حياتها واولادها وشغلها. من فتره شاركت أنغام مقطع فيديو ظهرت فيه مع ابنها عمر خلال حضورهم مباراه النصر السعودي في بطوله كاس موسم الرياض. ظهر عمر وهو لابس حلق، وده لانه من الشباب المتحرر جدا، يلبس حلق يعمل بيرسينج في حواجبه، عشان كده رواد السوشيال ميديا بتسخر منه وتسبب ان أنغام تتحط في ورطه. لكن أنغام دفعت عن ابنها وقالت انه حر في كل افعاله، هو عنده 25 سنه ومش صغير. عمر ابن أنغام مؤخرا بقى بيشتغل في الدي جي، وزي ما عمر كان بيدعم أنغام في كل حفلاتها أنغام كمان بتدعمه وبقت بتظهر معاه وترقص وتغني وتشجعه في شغله الجديد. أنغام عندها ولدين عمر وعبد الرحمن، ومن فتره فاجئت أنغام الجمهور وقدمت للجمهور ابنها عبد الرحمن لاول مره وقالت عبد الرحمن فهد الشلبي، كان لازم يعني يجي معايا، شفتوا القمر ده؟ مبروك عليكم وعليا ويتربى في عزكم، علموه اللهجه لانه لازم يتكلم كويتي ودي مسؤوليتكم، هسيبه لكم بقى وانتوا اتصرفوا معاه. من وقتها بدا رواد السوشيال ميديا يسالوا عن عبد الرحمن، خصوصا ان عمر ابنها من جوزها الاول مهندس الصوت مجدي عارف هو اللي كان بيظهر معاها في كل حفلاتها على عكس ابنها عبد الرحمن. وعبد الرحمن حصل على الجنسيه الكويتيه نسبه لابوه وتخرج في عام 2022 وبينوي الدخول في مجال الاقتصاد وبيحب تربيه الكلاب ولعب الكوره. تزوجت أنغام من الموزع الكويتي فهد الشلبي سنه 2004، لكن انفصلت عنه في 2008 بعد انجاب ابنها عبد الرحمن، عشان كده حصل على الجنسيه الكويتيه نسبه لابوه، وده اللي كشفته الفنانه أنغام لاول مره في احد حفلاتها. أنغام اتجوزت الملحن الكويتي فهد وعاشت معاه 3 سنين بالظبط، لكن فجأة صدمت الجمهور ورفعت عليه قضية خلع وكذبتها. من وقت انفصال أنغام عن الكويتي فهد الشلبي وهي منعت ابنها عبد الرحمن من رؤية أبوه، لدرجة إن عبد الرحمن لما وصل سن ال 15 سنة قرر يتواصل مع أبوه وقال له بابا عاوز أشوفك. أنغام من الفنانات اللي بتحرص في أي مكان على اصطحاب أولادها معاها وبتقدمهم للجمهور في كل حفلاتها، وهم قريبين منها جدا، عشان كده من وقت للتاني بتتعرض لهجوم بسببهم، لكن بتطلع تدافع عنهم.